دور كريم الذي في حقيقة الأمر نعتز ونفتخر بحضوره بمناسبة هذا الشهر الكريم، والذي من خلاله تنظم جمعية إبصار الخير المعاقين الصحراويين بالصحراء الغربية ليلة رمضانية تتمثل في توزيع بعض الهدايا الرمزية التي تم إهداؤها لجمعية إبصار الخير بالصحراء الغربية من طرف بعض المحسنين الصحراويين بالخارج، الذين بهذه المناسبة نتقدم لهم كجمعية صحراوية تهتم وترعى شؤون وحاجات المعاقين الصحراويين بالامتنان وجزيل الشكر. إذن بعد الترحيب والتوضيح نفتح باب لإعطاء والتقدم بكلمة تشجيعية لهذه المبادرة الطيبة، والتي بدورنا كإعلاميين وحقوقيين نشجعها ونثمنها. إذن نبدأ بكلمة ترحيبية للسيد الرئيس سيد محمد علوات رئيس جمعية المعتقد السياسي الصحراوي السابق علواس محمد المجموعة 37 ورئيس جمعية إبصار الخير المعاقين بالصحراء الغربية. أولا وقبل كل شيء أود أن باسم جمعية إبصار الخير بالصحراء الغربية نرحب بهذا يعني بأمهاتنا وأبواتنا وأخوتنا وأحبابنا وشعبنا هذا العظيم اللي ديما مع هذه الجمعية الإنسانية معاهم في السراء والضراء، وهذا هو اللي يزيدنا عزيمة للقدام رغم الاحتلال المغربي. ومن هذا المبدأ أود أن نشكر بعض المحسنين في الخارج اللي قدموا لنا الهدية البسيطة يشوفها أمامكم، ولو هي بسيطة بالنسبة لجمعية إبصار الخير المعاقين بالصحراء الغربية هي كبيرة بالنسبة لنا. هذا يزيد أكون عزيمة وإصرار وعمل وتقدم، ونتمنى الضمائر الحية عبر العالم والمنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية بالصحراء الغربية أن لا تفوتهم هذه الفرصة في رمضان الكريم، أن يقوموا بواجبهم لتحدي الاحتلال المغربي. أنا لا أنسى هذه الجمعية اللي هي إنسانية، اللي نقول عنها كما قلنا قبل عن هذه الهدايا بنسبة قليلة هي كثير بالنسبة لنا، ونتمنى التوفيق للجميع ولا يفوتني في هذا الشهر رمضان أن نقول رمضان كريم لشعبنا الغالي علينا بمخيمات عزة والكرامة على رأس الحكومة الصحراوية اللي قدروهم وشجعوهم كاملين، ونقول لهم رمضان كريم ودخلوا علينا بالاستقلال إن شاء الله. وفي الأخير نقولوا مزيدا من العطاء، ونتمنى للشعب الصحراوي ونقولوا في هذا المناسبة رمضان أن نطالبوا كجمعية إبصار الخير المعاقين بالصحراء الغربية ناشدوا ضمائر الحية عبر العالم بالضغط على الاحتلال المغربي إطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم ملحمة قديميزي وكل الوطن والشهادة. الأخ محمد علوات رئيس جمعية إبصار الخير، ننتقل مباشرة للأم والأخت المناضلة الصحراوية التي نكن لها الاحترام والتقدير، مولمين سويح عن أمهات المختطفين. الأمهات هذا الاجتماع اللي يزيد في العمق ويزيد في التحدي، ونحييهم على هذا الاجتماع، ونحيي سيدي محمد على هذا المنظر اللي عطى لهذا الأخوته وأخواته وأماته اللي شافوا ذا المنظر الزين، وجزاه الله خيرا، ونحييهم عليه ونشكرهم ونرجى من عند الله إن شاء الله يتموا زايدين في المزيد، ونوصيهم وصية هي آخر شيء، هي الوطنية والوحدة والكرامة والشجاعة وكل الوطن والشهادة. الأم والأخت مولمين سويح، بدنا ننتقل مداخلة الموالية للمناضل الصحراوي الناشط الحقوقي عن محمد سالم بعمود عن مجموعة 37. لا هاي باسمي واسمي مجموعة 37، أن نهنو رئيس علوات على هذه المبادرة ونشكره الناس اللي تضامنوا معاه وشرطها الهدايا لهذو الأطفال اللي فرحون في رمضان، نتمنى لهم حتى هم الله يفرحهم، وهذا نتمنى لك عنك نتمنى لك التوفيق في هذه المسيرة، وربما تلقى تطيح ولكن نتمنى لك عنك تطيح وتوقف نتعقل إن شاء الله لا توقف. نتمنى للشعب الصحراوي أينما كان أن يتضامن مع هذه الجمعية، وشكرا للجميع. إن نشكر الكلمة الموالية للأخت والرفيقة فاطمة الشهيد عن مرصد الصحراء والمرأة والطفل، تفضل. مشكور. نحيي جميع الحضور ونحييهم هاي الليلة رمضانية، ونشكر سيدي محمد على هذا العمل الجيد، ونشدوا على أيديهم، وحقيقة عن هذه الوجوه البريئة
الذي حرمها الله من شيء. نتمنى عن 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 جمعية الإبصار عنها تدخل عليهم شوي من الفرحة، لو كان لا قليل من الفرحة، ونشكره حتى وشكره المكتب التنفيذي، ونشكره جميع الصحراويين والصحراويات اللي كانوا مساهمين في هذه الليلة، ونحييهم وشدوا على يديهم. شكرا فاطمة من الشهيد على هذه الكلمة. ننتقل مباشرة للمراضي الصحراوي محمد لامين الإدريسي، فليتقل فضل مشكورا. نحن اليوم في لقاء منظمته جمعية إبصار الخير في إطار المساعدات المبعوثة لهذا المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشكر هذه الجمعية اللي تعمل العمل الدؤوب من أجل إسعاد هذا المعاقين اللي هم بطبيعة الحال جزء ومكون من الشعب الصحراوي ومهم في هذه المرحلة، لأنه يعني إحنا في حالة احتلال، والاحتلال بطبيعة الحال ما هو موفر الميكانيزمات اللازمة للاعتناء بهذا المعاقين، وهذا عمل جيد ونتمنى الدعم يكبر ويتطور، ومن خلالهم نحن رانا ننادوا الجمعيات والمنظمات وذوي الضمائر الحيه انهم يلتفتوا على هذه الفئه والشريحه من المجتمع الصحراوي اللي هي مغيبه 100%. وشكرا. محمد لامين الإدريسي. إذن بعد الاستماع لهذه الكلمات المشجعة والطيبة، ننتقل مباشرة لتوزيع بعض الهدايا الرمزية، وبداية مع رئيس جمعية إبصار الخير جمعية إبصار الخير المعاقين الصحراوي والصحراء الغربية سيدي محمد علوات، فليتفضل. صحيح ما هي مشكلة. سوينا بدي. حضور الكريم على حضوره ومساهمته النيرة في نجاحاته الليلة الرمضانية، وكل عام وأنتم بألف خير. حضور الكريم على حضوره ومساهمته النيرة في نجاحاته الليلة رمضانية، وكل عام وأنتم بألف خير. دير الشوب نظري هذا اللي في هذا الراجل المحسن في الجامعة عبر العالم اللي فرحونا في هذا رمضان فرحة جميلة، وتشوف دول أطفال ذاك أبرياء، يعني هذه جمعية الإنسانية الناس كان تعاونها من هذا المنبر، نود نقول منظمات عبر العالم خصوصا المتحدة بالضغط على الاحتلال المغربي، بأننا كجمعية محق نحن كنفتحوا مقرهم في الصحراء الغربية، بأن عندنا حد نعدوا الترويض واللي خاصو عملية واللي خاصو ياس من ودورات تكوينية، حتى الصحراء مثلا يجي عند حد ما يبغوا يقروهم، ونحن من هذا المنبر نحمل المسؤولية الكاملة المتحدة
بين احنا في ترابنا وخيراتنا في قدامنا، ما انا جاب حتى ولا اللي معاقلهم جاب شيء، بين حتى احنا ما دعينا مقر في ارض محتله في ارضنا، نفتحوا بان اولادنا بان اباتهم يقروا اولادنا الصغار، الحمد لله عندنا جميع الناس اللي تغلب جميع اللغات، بان عندنا سديد اللي يبغوا يقروا ويفتحوا دورات تكوينيه يا غير المقر ورابي وجابري فرامليجي عندهم مختصين في الترويج عندهم يردوا مجانيا هذاك واحد في مواحلين في المقر من هذه العلم راه حل الممتحن المسؤوليه عن تقضي عند الدوله الاحتلال فتح هذا المقر في اقرب وقت من هون نقول بان حتى احنا عندنا اولادنا ما قدرنا نجيبهم ضيق وبسيكاتر يا الطب من العالم يجونا هون جينا نداوم عند المستشفى مما يسمى مستشفى من المهدي نجيبوهم دقوهم ما خلوش ما عندهم معاهم مكتفين في الديار لعندنا كذبوا يجونا المنظمات نتحمل كالسيفتي جاي جمعيتي بصار الخير المعاقين نتحمل من كلام مسؤوليتي يعني المنظمة تعاون العالم ونديهم دار منخرطين عندهم مكتفين ولادهم بالسلاسل هذا عيب وعار عندنا هون نحملوا الاحتلال المغربي المسلم وعلى ما هو خالعنا يا معاق بأي طريقة وفاخر نقاب وعلى حتى الجميع تبصر الخير مع الشعب الصحراوي في الوقفات السلمية طالب تقليل مصير الشعب الصحراوي نقول لهم تحدى ولكن هذا المنبر نودوا رسالة جمعيات الحقوقية في الصحراء الغربية وضمان الحي على العالم مرة ثانية على توقف مهاد فيها لحج ماسي هذا الشيء بسيط يا غير بالنسبة لنا كثير على توقف ضد الاحتلال المغربي.